السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباس بخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد المادلين كيطلع رائع بزاف، وكاين بعض الاخوات طلبوه ليا، وهنا ان شاء الله غادي نشوفوا المكونات اللي عندنا مع المقادير ان شاء الله. كما كتلاحظوا عندي هنا واحد جوج ديال الياغورت، هنايا ديال 110 غرام، هنايا جوج بيضات، عندي هنايا السكر سنيده عندي 170 غرام، وعندي واحد ملعقه صغيره ديال بودره فانيل غادي نضيفها على الدقيق، والدقيق عندي هنايا 300 غرام، وعندي الزيت عندي 180 غرام بالغرام يعني بالميزان، وعندي واحد 80 غرام ديال الماء بالميزان، 80 غرام ديال الماء، وعندي 14 غرام ديال الخميرة الكيميائية. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة ديال التحضير. غادي نعملوا هاد البيضات هنا بجوج، وغادي نعملوا السكر، وغادي نضربوه مزيان. بسم الله على بركة الله، تما كما كتلاحظوا يعني حتى كنحسوا بداك السكر يعني بدا كيدوب وكتجي ثقيله بحال هكذا. هنا غادي نجيبوا الدراب اليدوي، وغادي نعملوا هذا الزيت ديالنا، نعملوا هذا الماء، وغادي نعملوا هذا الياغورت هذا، اي ياغورت حبيتو تعملوه ماشي مشكل كيما بغى يكون نوعه. غادي نخلطو بهذه الطريقة غير بشوية، نشوفو الزيت صافي انسجمات مع الخليط، صافي كنحبسو نتوما باش يجي تقيل شي شوية بحال هكا، يعني كيجي بحال شكل رايبي خاتر بحال هكا. واحد الغربة بحال هكذا كما كتلاحظوا، وغادي نضيفو الدقيق مع الفانيل والخميرة حتى هي نغربلوها. وهنا نجيبو هاد سباتول ديال السيليكون، نبقى نخلطو بهاد الطريقة. هنا المادلين ديالنا بغينا ان شاء الله تجي مشققه شي شويه من الفوق، وغادي نطيبوها على 170 درجه. دابا كما كتلاحظوا الخليط ديالها تمام، انا كنجيبو تجيب الحلواني كنعملوه بهذه الطريقه بحال هكذا باش نضيفو فيه كلشي بحال هكدا. هنا كنعملو هاد الطريقة بحال هكدا، وكنكونو سادين الفم ديال لابوش، يعني هاديك الدوية كنكونو سادينها.
تما بحال هكذا. هنا غادي نجيبو هاد القوالب هادو كما كتلاحظوا يعني بحال هكذا، هادو راهم موجودين، اللي عنده بحال هادو يعملهم، اللي عنده اي حاجه يعملها، غير يكونوا فيهم هاد الكيسات هادو كيكونوا شادينهم. وهنايا زدت شي حاجه بلا يعني مدوبلين، هادو جوج جوج مدوبلين. وهنايا بحال هكذا دابا ان شاء الله غادي نديوها الفرن، غادي نعملوا ليها واحد شويه ديال اللوز ايفيلي. يعني هو هذا اللوز ايفيلي، غادي نعملوا له واحد شويه بحال هكذا. هنا كما كتلاحظوا المادلين ديالنا واجده، هانتوما كيفاش كتجي، كتجي رائعه بزاف وكتجي رطبه بزاف. هنا ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه، وغادي تطلع لكم مادلين رائعه يكشتوا الطريقه سهله. هانتوما بحال دابا هادو هاد الليمون، هادو هانتوما هاد الليمون كنزولوهم بهذه السهوله بحال هكذا. هادو كيشدونا غير باش ما يتزلعوش، كتبقى واقفه نيشان بحال هكذا. هانتوما المادلين ديالنا كما كتلاحظوا كطلع مادلين رائعه بزاف. هنايا كما كتلاحظوا وزدت معاهم هاد لي طاس هادو اللي كتشوفوا، هاهما انتما كما كتلاحظوا يعني ديال هاد القلب هذا، انتما كتجي رائعه، شوف كتجي رطبه بزاف. وهادو هادو كنزولوا ليهم هاد الدوبلي، هاد الدوبلي هذا بحال هكذا، زولوهم ونعملوهم بحال هكذا. وانتم عطات لنا هنايا 20 بياسة كما كتلاحظوا، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. وهنا دابا ان شاء الله كما كتلاحظوا دابا وصلنا هنايا نهاية الحلقة. وهنايا يعني نشوفوا نفتحوا واحد مادلينا يعني باش نشوفوها جميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انتما شوفوا يعني كتطلع رطبه بزاف. هنايا بسم الله انتما شوفوا كيف عامله، يعني كتطلع رائعه وكتجي ما كتجيش ناشفه ولا شاحته ولا شي، كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه. وهنايا غادي نعمل ليها سولوفان باش تبقى رطبه. يعني دائما بحال هكذا هنايا كنلصقو هاد الجوانب بحال هكذا هانتوما، ومن هنايا باش ما يدخلهاش الريح باش كتبقى لنا رطبه بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. ودابا وصلنا لنهايه الحلقه، وكنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.